بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، يعني غير ممنوع من التصرف. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: تعريف الإقرار لغة هو الاعتراف بالحق، الإقرار هو الاعتراف بالحق، وشرعًا إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. المكلف البالغ العاقل المختار يبين ما وجب عليه. ويشترط لصحة الإقرار 4 شروط: أن يكون المقر مختارًا، يعني غير مجبور، بالغًا عاقلًا غير محجور عليه، أي غير ممنوع من التصرف، إلا أن يكون الصبي مأذوناً له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، وهو قول أبي حنيفة وكثير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يصح إقرار الصبي. ودليل الإقرار الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل ذكره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أقروا بذنوبهم. وجاء في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. امرأة وقع منها الزنا، فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنيس إن اعترفت بالزنا، لأنها كانت ثيب، فإن اعترفت فارجمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ: إن الله تجاوز عن أمتي، رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم، وحسنه النووي وضعفه بعضهم. ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزًا لما أقر عنده بالزنا، أقر 4 مرات فأمر برجمه لأنه كان محصن. يصح من مكلف، يصح الإقرار من مكلف مختار، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولا يصح من مكره، لا يصح الإقرار من مغصوب، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه صح. قوله على وزن مال أي على تسليم مال، وذلك أنه متعارف عندهم في العصر الأول أن تسليم الثمن يكون بالعد،
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره به في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. إذا أقر أن ولدي فلان له علي كذا فلا يقبل، لأنه قد يريد إعطاء الولد هذا زيادة على إخوانه. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها، أي طلقها طلقة الثالثة، في صحته لم يسقط إرثها. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره لأنه باطل. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. إذا وصى لوارث لا تصح الوصية، لأن الوارث قد أعطاه الله ما يستحق بالميراث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي، وحسن الحافظ ابن حجر رحمهم الله في التلخيص إسناده. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل، أي الإقرار صحيح إذا أجاز الورثة ذلك. قال: بل هو، أي الإقرار صحيح إذا أجاز الورثة ذلك. فائدتان: على الصحيح من المذهب إذا أقر المريض لوارث لا يقبل إقراره إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة، فإذا جاء المقر له ببينة تثبت ما أقر به له مورثه أو أجاز الورثة صح الإقرار. وعند أبي الخطاب رحمه الله يصح الإقرار للوارث ما لم يكن هناك تهمة بدون بينة وبدون إقرار، وصوبه في الإنصاف، وهو قول مالك رحمه الله، والمشهور من قولي الشافعي رحمه الله. والقول الأول الذي هو المذهب قال بمثله أبو حنيفة رحمه الله. قال: وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها، أي طلقها الطلقة الثالثة، في صحته لم يسقط إرثها. الفائدة الثانية: قال في المقنع: إذا أقر الورثة على مورثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة إن كانت، وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه. قال في الإنصاف: هذا المذهب مطلقاً، ومراده إذا أقر من غير شهادة، فأما إذا شهد عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون، فقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزم المقر منهم جميع الدين. فقال مالك وأحمد رحمهم الله: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه. وعن الشافعي رحمه الله قولان أشهرهما كمذهب مالك وأحمد رحمهم الله، والآخر كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يعني وجد من يحجبه، لم يلزم إقراره لأنه باطل. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح،
وإن صار عند الموت وارثا، وإن أقر وليها ولي المرأة المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. قوله وإن أقر بنسب صغير، شروط صحة الإقرار هنا أربعة: الأول أن يكون المقر به مجهول النسب أي لا يعرف قبل ذلك، الثاني أن لا ينازعه فيه منازع، لا يوجد من ينازعه في ذلك، الثالث أن يكون المقر به ممن لا قوله له كالصغير والمجنون، الرابع أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثل المقر، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فصل: إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه، لزمه الألف، وإن قال كان له علي فقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف، أو يعترف بسبب الحق، وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا يعني دراهم مزيفة أو مؤجلة، لزمه مئة جيدة حالة. قوله وإن كان له علي فقضيته فقوله مع يمينه، هذا المذهب ورجحه ابن القيم رحمه الله وعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله يلزمه ما أقر به، وقال به كثير من الأصحاب إلا إذا جاء ببينة تشهد بالقضاء، وقول المصنف ما لم تكن ببينة أي للمقر له. قوله أو يعترف بسبب الحق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة والحاكم وصححه رحمهم الله من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه. قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحكم الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله أو لآدم، فيجب عليه أن يقر به وأن يبينه. قوله لزمه مئة جيدة حالة أي من نقود البلد التي يتعامل بها في البيع والشراء، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو غيرهما، وحكم الإقرار جائز إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقوله المقر مع يمينه، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض
أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. قوله ثم أنكر القبض أي قال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، هذا أحد وجهين وهو المذهب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد فأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل منه. فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره أي بين، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. قال لأن هذا شيء لا يعرف إلا من جهتي، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه، وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأن ذلك ما بينهما. قال في الإنصاف لا أعلم فيه خلافا. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. قوله إن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، هذا أحد ثلاثة أوجه، وهو المقدم في المذهب، لأن من لابتداء الغاية، وأول الغاية منها، وإلى لانتهاء الغاية، والغاية لا تدخل في المعنى، بدليل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالدرهم العاشر لا يدخل. والوجه الثاني يلزمه ثمانية دراهم، والوجه الثالث يلزمه عشرة. وإن قال له علي تمر في جراب يعني في وعاء، أو سكين في قراب أي في بيت السكين، أو فص في خاتم الفص الذي يوضع في الخاتم ونحوه، فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله أو فص في خاتم، هذا المقدم في المذهب وعند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، الذي يتصل أحدهما بالآخر عادة كالفص في الخاتم والسيف في القراب أي في بيته ونحو ذلك، إذا حصل الإقرار يجب أن يكون بهما جميعاً، الفص مع الخاتم والسيف مع القراب. وهذا آخر ما تيسر من حاشية زاد المستقنع الموسومة بالسلسبيل في معرفة الدليل، وبإعانة الله وتوفيقه فرغت من تبييضها وتنسيقها مع الاعتراف بالتقصير في الساعة. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خاتمة، نسأل الله جل شأنه حسن الخاتمة، اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. حقًا، والحق يقال، والحق أحق أن يُتبع، فلا شك ولا ريب أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع والأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة. عمر بن الخطاب وجد قطعة من التوراة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ألم آتي بها، أي بالشريعة، بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى عليه السلام حيًّا ما وسعه إلا اتباعي. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن جميع الشرائع نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن شريعتنا الإسلامية نسخت الشرائع كلها كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا. والمراد بالمنسوخ هي الأحكام والمسائل الفرعية، أما توحيد الله وإفراده بالعبودية فالشرائع متفق. التوحيد في جميع الشرائع وهو أصل الأديان، فلم ينسخ منه شيء، وإنما الأحكام والمسائل الفرعية نسخت من جميع الشرائع بشريعة الإسلام. والحكمة الإلهية تقتضي ذلك، لأنها آخر الشرائع والأديان، ونبي هذه الشريعة آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فاقتضت حكمة الله جل شأنه أن تكون ناسخة لكل شريعة ولكل دين من ديانات المجموعة البشرية. فلا يسوغ، أي فلا يجوز لأي مكلف من بني آدم أن يتدين أو يتعبد بدين غير دين الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها فهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. التوحيد أصل جميع الشرائع، ومع ذاك ومع ذا وذاك فالشريعة الإسلامية أحسن الشرائع أحكاماً وأعدلها نظاماً، شريعة لا كان ولا يكون مثلها. الحمد لله، شريعة جاءت بحل جميع مشاكل الحياة. قال جل ذكره: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: وكل شيء فصلناه تفصيلا. شريعتنا الإسلامية صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، شريعة ليس فيها إغلال أي شدة ولا آثار ولا ضيق ولا حرج. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة. شريعتنا الغراء جاءت بما يسعد البشرية في حقول حياتها وبعد مماتها، وذلك لمن وقف تحت لوائها وعمل بأحكامها. أما الحكم بالقانون المخالف لشريعة الإسلام فهو فساد وظلم للعباد، بل هو كفر وإلحاد وعناد، وربك للظالمين بالمرصاد. لا يجوز الحكم بالقانون، بل يجب الحكم بالقرآن والسنة. الشريعة الإسلامية تتمشى مع الزمن وتطوراته، لأن الذي شرعها الله عز وجل حكيم عليم بمصالح عباده، وعالم تعالى بما كان وما سيكون.
الشريعة الإسلامية يجب العمل بأحكامها وتطبيق نظامها. قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل من سامع؟ وهل من مجيب؟ وهل من عارف للحق وداع إليه؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تقدس اسمه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بالقوانين الوضعية والنظم الرومانية والعادات الفرنجية المخالفة للشريعة الإسلامية كفر وضلال. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والشريعة الإسلامية فيها من المحاسن والمزايا ما فاقت به الشرائع والأديان كلها، وهذا من أكبر العوامل وأقوى الأسباب في اعتناقها، أي في اتباع الإسلام والعمل بأحكامها. فالكثير من أجناس بني آدم اعتنقوا الشريعة الإسلامية، أي أسلموا وطبقوا أحكامها وعملوا بنظامها لما فيها من المحاسن والمزايا في جميع النواحي من الأمر والنهي والواجب والمستحب. والشريعة الإسلامية أحكامها كاملة، فلا تحتاج إلى تكميل ولا تطعيم ولا تحسين، كما قال ذلك بعض الزنادق أي المنافقون من أعداء الإسلام. فتاريخنا الإسلامي كامل، فلا يحتاج إلى تكميل ولا تطعيم، كما قال ذلك بعض من لا خلاق له. لغتنا العربية كاملة، فلا تحتاج إلى تكميل ولا تطعيم. أدب الأمة الإسلامية كامل من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى تكميل ولا تطعيم، كما قال ذلك من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. ثقافة الشريعة الإسلامية أجمل وأحسن من كل ثقافة، ففيها غنية وكفاية عن الثقافة الفرنجية الغربية الزائفة. وكثير من الملاحدة والزنادقة إذا رأوا شيئاً من أحكام الإسلام قالوا: هذا يحتاج إلى تحسين وتكميل، فهذا باطل، فأحكام الله واضحة وتامة لا تحتاج إلى تحسين ولا تكميل. المدنية الإسلامية أكمل وأجمل من كل مدنية، وفيها غنية وكفاية عن المدنية الغربية الزائفة المفسدة، المفسدة للأخلاق والشيمة والمروءة والكرامة. شريعتنا الإسلامية لغتها العربية أحسن اللغات، وأخفها نطقاً وأسهلها تفاهماً وأقلها حروفاً. فتعلم اللغات الأجنبية من غير ضرورة وحاجة وحاجة ماسة لا يجوز، لعموم ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، أي لا تعلموا لغة الأعاجم. أما ما يتشدق به البعض، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وهو حديث باطل لا أصل له. أما تعلم اللغة الأجنبية للحاجة الماسة فيجوز، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم اللغة السريانية بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقرأ الكتب التي تصل إليه صلى الله عليه وسلم من ملوك زمانه وغيرهم، ويكتب زيد بن ثابت رضي الله عنه جوابها بلغتهم. وقد تعلم زيد رضي الله عنه اللغة السريانية لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرف 17 يوماً، وهذا يدل على صفاء ذهن زيد رضي الله عنه وقوة فهمه وإدراكه رضي الله عنه. ومع أن شريعتنا الإسلامية والحمد لله أفضل الشرائع،
فنبينا أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والأمة الإسلامية أفضل الأمم، قال جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعليه وصيتي لكل مسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقابه إذا قال أنه مسلم أن يحقق هذا القول بالفعل، فيمتثل كل ما أمر الله به وكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي عن كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك فهو شريف في الدنيا وسعيد في الآخرة، وهو من المؤمنين المتقين الفائزين بجنات النعيم. هذا ما يرنو إليه كل عاقل، هذا ما يرنو إليه، أي ينظر إليه ويريده كل عاقل لبيب ناصح لنفسه، وهو مكانته المرموقة في المجتمع وسعادته في الآخرة. ومهما قال ومهما عمل، كل مخلوق من بني آدم لا يكون شريفاً في الدنيا وسعيداً في الآخرة إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور والتوفيق بيد الله تعالى. قال جل ذكره: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: تقدس اسمه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال عز من قائل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل جلاله. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه وصيتي لكل مسلم، والله من وراء القصد، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. فلا خير والله للبشرية أجمع وخاصة المسلمين إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة وأحكاما ونظاما وأخلاقا. فهل من سامع وهل من منيب وهل من مدكر؟ جزاه الله خيرا. نرجع إن شاء الله من أول الكتاب، صفحة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد رحمه الله، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. ومع صغر حجمه، أي هذا الكتاب، حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث. الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله، قوله ثلاثة:
هذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. وعند ابن رزين رحمه الله أربعة أقسام، وزاد المشكوك فيه. ومن أدلة مذهبنا ما رواه الخمسة رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه جمع من الحفاظ، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، فماء البحر طاهر يتوضأ به ويغتسل به، هو الطهور ماؤه. ولو لم يكن متعدياً بمعنى المطهر لم يكن ذلك جواباً للسائل حين سأله عن الوضوء به، إذ ليس كل طاهر مطهراً. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، يعني التيمم عند فقد الماء أو خوف الضرر. رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره، لأنه طاهر في حق كل أحد. وعند الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ينقسم الماء إلى طاهر ونجس. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، يرفع الحدث ويزيل الإنجاس، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وإليه مال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قوله طهور، القسم الأول طهور، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فماء المطر طهور، يطهر من النجاسات. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد. رواه مسلم رحمه الله. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي غير الطهور، وهو الباقي على خلقته، طهور الباقي على خلقته. فإن تغير بغير ممازج، تغير الماء بشيء غير مختلط كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. إذا تغير الماء بشيء طاهر ليس مختلط كقطع كافور ودهن أو ملح مائي، تغير يعني وقع في الماء، فالماء طهور، لأن هذا الشيء لم ينمزج، لم يختلط بالماء. وإن تغير بمكثه، إذا تغير الماء بطول المدة أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر، إذا تغير بما نبت في داخله من نبات أو وقع فيه ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. قوله كقطع كافور، قال في القاموس من كتب اللغة: الكافور وعاء طلع النخل، وعاء طلع النخل، والكافور نبت طيب نوره يعني الزهر كنور الأقحوان، والطلع وعاؤه، وطيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين هذا الكافور، وخشبه أبيض هش أي لين، ويوجد في أجوافه الكافور. انتهى. قوله أو بملح مائي، هو المتجمد في السباخ، الملح الذي تجمد على الأرض، فلا يسلب الماء الطهورية، لأن الماء أصله بخلاف الملح، بخلاف الملح المعدني
الذي ليس أصله الماء فيسلب الماء الطهورية على المذهب. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله حكمهما واحد، قوله أو سخن بنجس، الماء سخن ودفي بشيء نجس، يعني مثلا مثل البعر أو غيره، وضع الوعاء عليه وسخن به فصار الماء ساخن، لكن وضع على شيء نجس، سخن على شيء نجس، أو سخن بنجس. لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى الشيء الذي تستيقن. فهذا الماء الذي سخن بنجس يعني فيه شك فينبغي تركه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وصححه رحمهم الله. وعند الأئمة الثلاثة لا يكره، يعني الذي سخن بنجس. قوله أو سخن بالشمس، وضع في الشمس حتى صار دافئا، هذا قول الأكثر. وقال الشافعي رحمه الله يكره. وقد روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سخنت ماء بالشمس فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي فإنه يورث البرص ولكنه ضعيف. لكن هذا الحديث ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، لأن في إسناده محمد بن مروان السدي وهو ضعيف جدا. قال المعلق: موضوع، أي مكذوب، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفعلي فإنه يورث البرص، هذا موضوع مكذوب لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد مرفوعاً من حديث عائشة أم المؤمنين وأنس رضي الله عنهما، وموقوفاً على عمر عن عمر رضي الله عنه. أما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فورد من خمسة طرق عنها، ذكر ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات أنه مكذوب، أربع طرق منها وكلها لا تخلو من متروك أو متهم. والطريق الخامسة فرواها الدارقطني رحمه الله في كتابه غرائب مالك من حديث إسماعيل ابن عمرو الكوفي عن ابن وهب عن مالك عن هشام به. قال الدارقطني رحمه الله: هذا باطل عن مالك وعن ابن وهب ومن دون وهب ضعفاء، ومن دون وهب ضعفاء، وإنما رواه خالد بن إسماعيل وهو متروك. يعني فهذا الحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، هذا مكذوب لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. الماء إذا توضأ به إنسان وضوء مستحب أو اغتسل غسلا مستحبا أو بعدما اغتسل غسلة تطهير ثم اغتسل غسلة ثانية وثالثة، فذلك الماء يكره استعماله. وإن بلغ قلتين، إذا بلغ الماء قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، القلتان 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته. وإذا بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا،
فخالطته نجاسة، ذلك الماء خالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته الغائط أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كما مصانع طريق مكة فطهور. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. لما أخرجه الخمسة رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، إذا لم تتغير هذه الأوصاف فالماء الكثير قلتين لا يحمل، يعني طاهر طهور. قوله قال: أخرجه أبو داود رحمه الله في الطهارة، والبيهقي في الكبرى من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رحمه الله، والشافعي رحمه الله في الأم، والحاكم رحمه الله في المستدرك، والدارقطني والبيهقي رحمهم الله بالطريق السابق، إلا أن أبا أسامة قال عباد بن جعفر المخزومي بدلاً من محمد بن جعفر. وأخرجه الدارمي وابن خزيمة في صحيحه بالطريق الأول، ولكنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعًا به. وتابع الوليد بن كثير محمد بن إسحاق عند أحمد رحمه الله، وأبو داود رحمه الله، والترمذي رحمه الله في الطهارة. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بسبب النجاسة، وما لم يتغير أحد أوصافه فالقلتان لا يحمل الخبث. وصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ منهم ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والطحاوي والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله، وساقه في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يذكر له علة. تكملة: حيث أن القلة معروفة عندهم مثل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر. الجرة الوعاء الكبير الذي يحمل فيه الماء، الجرة الكبيرة التي يحمل فيها الماء تسمى قلة، وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية قرب المدينة، وقيل محل بالبحرين يعني هجر. قال في التلخيص وهو الحق: قال ابن جريج رحمه قال ابن جريج رحمه الله: رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا. القلة تحمل قربتين وزيادة، القلة الواحدة تحمل قربتين وزيادة، فالقلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي رحمه الله وغيره: فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فالقلتين خمس قرب، إذا كان الماء قدر خمس قرب لا يحمل الخبث إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصف، فالقلتان خمس قرب. وعن أحمد رحمه الله أن القلتين أربع قرب،
ورجحه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. فائدة: قال في الإقناع وشرحه: ومساحتهما أي القلتين مربعًا ذراعًا وربع طولًا، وذراع وربع عرضًا، وذراع وربع عمقًا في مستوى من الأرض. القلتان مساحتها ذراع وربع طولًا، يعني موضع ذراع وربع طولًا، وذراع وربع عرضًا، وذراع وربع عمقًا أي أسفل. فإذا كانت المساحة، هذه المساحة هي قدر قلتين، ومساحتهما مدوراً ذراع طولاً وذراعان ونص عمقاً، يعني طول الموضع ذراع طولاً وذراعان ونص عمقاً يعني أسفل. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريباً، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، يعني غير بول الإنسان، أو عذرته الغائط المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كما مصانع طريق مكة فطهور. قوله غير بول آدمي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الماء الواقف مثل الخزان أو الحوض، إذا كان الماء واقف لا يجوز البول في داخله. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. وعن أحمد رحمه الله أن بول الآدمي كغيره من سائر النجاسات لا ينجس به الماء الكثير إلا بالتغير، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه واستظهره بالتنقيح. وقال في الإنصاف، وهو المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في أعلام الموقعين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. امرأة اغتسلت بماء من الجنابة وبقي شيء من الماء، فلا يصح لأحد أن يتوضأ بذلك الماء أو يغتسل الماء الذي فضل عن غسل امرأة من جنابة. وبهذا القول قال ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن سرجس وأم سلمة أم المؤمنين، وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم. ورجحه ابن حزم في المحلى رحمه الله لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان، وصححه من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رحمهم الله ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وقال في فتح الباري حافظ ابن حجر رحمه الله رجاله ثقات، وقال في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح. والجواب عن حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها هو أنه محمول على أنها لم تخلو به، أي ما كانت وحدها في ذلك المكان بذلك الماء. وعن أحمد رحمه الله يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله وهو اختيار الشيخ وابن القيم
رحمهم الله في التهذيب، والشيخ محمد رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله، فعلى هذا القول يكون النهي محمولا على التنزيه عن الوضوء بفضل الماء الذي توضأت به المرأة، وإن تغير طعمه الماء الذي قلتين وقعت فيه نجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، بشيء طبخ أو سقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض للوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، فذلك الماء طاهر لكن لا يطهر غيره. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ طبخ فيه شيء أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، فالذي يقوم من نوم الليل لا يغمس يده في الإناء الذي في ماء، بل يميل الإناء ويغسل يديه ثلاثا ثم يدخل. قوله أو رفع بقليله حدث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الماء الذي لا يجري مثل الخزان أو الحوض، ماء واقف لا ينبغي للجنب أن ينغمس فيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولكن يأخذ منه ويغتسل خارج المكان. رواه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن الجارود رحمهم الله، واختار ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله أنه طهور لحديث الماء لا يجنب، وهو قول مالك، وقال في الإنصاف وهو أقوى في النظر. قوله غمس فيه يد قائم من نوم ليل، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. إذا قمت من النوم لا تغمس يدك في الإناء الماء، في الإناء الذي فيه ماء، ولكن تميل الإناء وتغسل يدك خارج الإناء ثم تغمس.